الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة تربية بيتي للطيور والأرانب. التسمين، ناس كتير قوي بتسأل عن تسمين الأرانب، وإزاي أسمن الأرانب، وإيه هي الأعمار اللي ينفع أبدأ أسمن فيها الأرانب. ورغم إني اتكلمت عن الموضوع ده كذا مرة، لأن هكلمكم المرة دي إن شاء الله بشكل مفصل شوية. هقول لكم عن ايه هي الارانب اللي ينفع تبدأ تسمنها، او اللي يبدأ او اللي تيجي معاك بالتسمين، وهي الاعمار اللي لازم تبدأ بيها التسمين، وازاي تبدأ تفرق بين الارنب اللي هتسمنه والارنب اللي هتحوله لارنب انتاج او ارنب احلال. متنسوش الاشتراك في القناة، متنسوش اللايك والشير، وأهم حاجة الصلاة على رسول الله. تابعونا بعد الفصل. الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم من جديد. يعني ايه تسمين؟ تسمين بالمختصر كده ان انا عايز اوصل بوزن الارنب او بوزن اي حاجة، مش شرط الارنب، وزن الارنب او التير لافضل وزن في اقل وقت. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي الارنب بيوصل بعد 3 شهور ولا 4 شهور 2 كيلو مثلا، فانا محتاج ان لاما يوصل عند 2 كيلو في 3 شهور مش 4، لإما يوصل في الأربع شهور يوصل لثلاثة كيلو. يعني إيه؟ يعني أوصل لأفضل وزن للأرنب في أقل وقت، أو أفضل وزن مع أطول وقت، تمام كده؟ أو إن أنا أوصل لأفضل وزن وقت ما أجي أبيع الأرنب. طيب، إيه هو بقى؟ وأسمن إزاي؟ أولاً قبل ما حضرتك تسمن الأرانب أو تفكر في الموضوع دوت، لازم تفرق بين نوعين أرانب عندك. نوع الأرنب إذا كان بلدي ولا سلالة ولا هجين. نصيحة مني، ما تحاولش تفكر إنك تصرف فلوس على تسمين الأرنب البلدي، لأن الأرنب البلدي بطبيعته ما بيديش أوزان، ده مبدئيا كده، تمام؟ تاني حاجة، الأرنب الهجين هو ده الأرنب أو أفضل أرنب ممكن تتعب معاه في تسمينه وهيديك إن شاء الله. طبعا أرنب السلالة أنا أصلا ما بفضلش تربيته في التربية الأرضي، لأن ده أرنب غالي، يعني أفضل إنك لما تيجي تربي أرنب اللي هو الهجين. طيب، إزاي تسمن الأرانب؟ لما تيجي تسمن الأرانب لازم الأول تحدد الاتجاه بتاع الارنب. يعني ايه الاتجاه الارنب؟ في عند حضرتك مثلا، هفترض ان حضرتك النهارده الولد عندك مثلا 10 20 ارنب لسه مفطومين. طبعا انت كمربي ممكن توجه ارانب للذبح، ارانب اللي هي تتذبح. في ارانب طبعا ممكن تعمل لها احلال، وفي ارانب ممكن تبيعها للناس عشان تربيها. ما ينفعش تسمن الأرنب اللي هتعمله إحلال، أو تسمن الأرنب اللي هيتربى، إنما هتسمن الأرنب اللي أنت ناوي توجهه للذبح، يعني استغلاله كلحم، تستغله كلحم، هتبيعه لحم، مش هتبيعه لتربية أو تبيعه كإحلال لحد في مكان التربية بتاعته. طب ليه كده؟ فكرة التسمين بتقوم على زيادة وزن الأرنب، وبالتالي بيزيد عنده الدهون، فبالتالي بتبقى عملية التلقيح أو إنه يمسك عشار تبقى صعبة. ده بالنسبة للناس. بالنسبة للنوتي برضك، الأرنب خد بالك كل ما بيتقل الذكر، كل ما بيتقل في الوزن، كل ما بيبقى تلقيحه صعب. لكن الأرنب اللي هو اللي ينفع تشتغل إحلال، أو ينفع يشتغل كأرنب أو أرنبة تولد عندك، تنتج عندك، دي ما ينفعش أصلا تفكر إنك تسمنها، تأكلها أكل عادي خالص، عشان الرشاقة بتاعتها وحيوية جسمها بدون أي دهون، دي أفضل أرنب تدي عندك إنتاج. طيب،
ابدا بقى ان انا اسمن الارنب. عشان تسمن الارنب لازم تبعد عنه انواع اطعمه معينه. حضرتك هتسمن الارنب يبقى مش هينفع تاكله اي نوع من انواع الخضار، وده نقطه لازم تحط تحتيها 100 خط، لان الخضار سواء كان كبرسيم بقى او بقدونس او اي نوع من انواع العشب الاخضر اي حاجه، ما ينفعش تاكل الارنب نباتات خضراء خالص، لان ده بيساعد على ان الارنب بيتبول كتير وبالتالي ما بيمسكش ما بيشيلش لحم. ده بالنسبه للخضار. طيب اكله ايه؟ اكله بقى كل الحاجات اللي هي ايه، النواشف، القش ماشي مفيش مشكله، العيش ماشي مفيش مشكله، العليقه ماشي مفيش مشكله، وعليقه الفراخ كمان بس بنسب معينه، بمعنى او بنظام معين. بمعنى النهارده انا النهارده بدي الارنب الطبيعي اللي انا بربيه عشان ينتج عندي بديله وجبتين في اليوم، وجبه الصبح وجبه اخر النهار، والوجبتين دولت في معدل من 150 جرام ل 200 جرام اكل. تمام كده؟ تمام. طيب بالنسبه بقى للارنب اللي انا هسمنه بعمل ايه؟ باجي اجيب كيلو عليقه ارانب واحط عليها ربع كيلو عليقه فراخ، وابدا ادي وجبه للارنب الصبح. تمام كده؟ واجي وسط النهار، يعني انت الساعه 5 مثلا ولا الساعه 6، اطلع الارانب تاني، لقيت عندهم اكل ما بحطش اكل، ما لقيتش اكل ببدا احط لهم وجبه تانيه، لكن مش وجبه عليقه ولا وجبه من، انما بحط وجبه عيش مثلا. يبقى انا احط الوجبه التانيه عيش، هاجي بالليل ابدا اشوف اكل تاني، يعني ممكن تحط شعير مثلا. يبقى انت كده ايه، نوعت. تيجي تاني يوم تبدا ما تحطش بقى ايه الصبح عليقه، لا تحط عيش، تيجي اخر النهار في وسط النهار تحط شعير، تيجي اخر النهار تحط عليقه للخلطه العليقه الارانب مع عليقه الفراخ. هي دي الفكره، ان انا ازود كميه الاكل عند الارنب. هو ليه دايما احنا كنا بنقول جوع الارنب تكسبه، لان الارنب كل ما بياكل بزياده بتكتر عنده الدهون وبيكتر عنده ويبقى عنده خمول زياده عن اللزوم، فبالتالي ما بتلاقيش منه انتاج كويس. الارنب طول ما هو جعان ياكل على جوع، يبدا يحرق دهون، يبدا يحرق الاكل اللي بياكله، يبدا الارنب يكون نشيط معاك باستمرار، تبدا تكسب الارنب. دي فكره ان انت تجوع الارنب تكسبه. لكن انا هنا في حاله ان انا هبدا اعمل تسمين للارانب، ما ينفعش اجوع الارنب، لا ده انا هزود له كميه الاكل. خد بالك هي فكره التسمين كلها بتعتمد على زياده الاكل للارنب بصرف النظر عن النوع اللي انت بتاكله له او الحاجه اللي انت بتاكلها له. بمعنى انت مجرد ان انت تمنع الخضار عن الارنب او اي حاجه خضراء فيها ميه عن الارنب، وتبدا تديله عليه بقى عيش اي اكل انت بتاكله له بس يكون نسبه الميه فيه قليله جدا وقد تكون معدومه، كده انت بتسمن الارنب. وادي بقى الارنب براحتك، عايز تديله وجبتين في اليوم اديله، ثلاثه اديله، اربعه اديله، طول ما الارنب بيستقبل منك اكل وبياكل معاك وما بيهدرش في الاكل، طول ما انت بتديله طول ما انت هتلاقي معاك اوزان رهيبه. لكن لازم تاخد بالك من حاجه معينه، عمر الارنب اللي انت بتفكر تسمنه. ما ينفعش تبدا تسمن ارانب غير من بعد عمر شهرين من الولاده، يعني يكون عدى على فطامه شهر، وتبدا كل شهر تبدا تتابع وزن الارنب معاك. والافضل كمان انك لو ناوي تسمن وتبيع على طول او تذبح على طول، يبقى تبدا من بعد 3 شهور، وده افضل وقت وافضل وقت انك تسمن فيه الارانب او تفكر في تسمين الارانب، بعد 3 شهور من ولادة الارنب. ليه؟ لان الشهر اللي هو اللي هيبقى كده تبدا تذبح الارنب تاخد تسمن فيه لمدة شهر، يبقى عنده 4 شهور في وقت الذبيحة او وقت البيع، هتلاقي الارنب بيدي معاك اوزان كويسة جدا جدا جدا. اذا عشان تسمن الارانب لازم تلتزم بحاجات معينة. اولا لازم تحدد نوع الارنب اللي انت هتسمنه، ويا ريت تبعد عن فكره انك تسمن ارنب
بلدي لحاجة، وتحدد اتجاه الأرنب إذا كان هيبقى إحلال أو للتربية أو أرنب للأكل أو للحم، وده الأرنب اللي أنت بتسمنه بس. تالت حاجة تمنع أي نوع من أنواع الخضار عن الأرانب، أي حاجة فيها مية للأرانب. رابع حاجة إنك تزود كميات الأكل الأرنب، بس خد بالك من الحتة دي، كمية إنك تزود كمية الأكل الأرنب مش على طول، لازم برضك بالتدريج، يعني ما تجيش مرة واحدة قمت ترمي الأرنب أكل كمية كبيرة كده أنت بتتعب الأرنب. لا، إدي الأرنب أول يوم 3 وجبات وشوفه بيستقبل أكل ولا لأ، تالت يوم برضك، تاني يوم برضك 3 وجبات، رابع يوم ممكن تزود له وجبة كمان، فهمني؟ أنت ممكن تأكل أرنب كل 2 3 ساعات، طول ما الأرنب بياكل معاك وبيستقبل وبيتحرك كويس، ابدأ إدي الأرنب أكل وابدأ هتلاقي معاك الوزن بيزيد بكمية بأوزان كويسة. فدي نصيحتي للناس اللي عايزة تسمن. الفكرة مش فكرة خلطات، الفكرة فكرة تزويد الأكل. وخد بالك ممكن في حاجة كمان، ممكن لو حبيت برضك حاجة تساعدك، الحلبة لو غليت حلبة وحطيتها في المية كل 3 4 أيام مرة، يعني تغلي حلبة تحطها في الثلاجة وكل 3 4 أيام تاخد منها كوباية تحطها على لتر مية تحطها للأرانب، دي هتساعدك برضك على زيادة وزن الأرانب. أتمنى يكون المعلومة وصلت. الموضوع يا جماعة مش موضوع خلطات، الموضوع موضوع زيادة كميات في الأكل. خد بالك أنت حتى لو اديت للأرنب بس عليقة بس زودت له كميات الأكل، هتلاقي الأرنب معاك بيدي معاك وزن حلو. تمام كده؟ أتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، وشكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.